السلام عليكم البنات الحبوبات ديالي الغزالات، كي دايرين؟ نهاركم مبروك. كنطلع لكم بهذا الفيديو الجديد خوتي خواتاتي، كنتمنى منكم ديروا لي لايك وديروا تعليق وديروا تعليق زوينين فحالكم يا ناس زوينين. لهذا العزاز الغريم كنتمنى كل واحد بغى يتعاون مع هذه العبده المذنبه اللي هي حياه لالي، اللي شافت هذا الفيديو الله يرحم لك الوالدين اختي ولا خويا كتشوف فيا، دير واحد التعليق ودير واحد اللايك. هذه القناه راه مهرسه، الله يرحم لكم الوالدين، ديروا لنا تعليق زوينين ولايكات زوينين بحالكم نتوما يا ناس زوينين. لهذا قلت لكم انا خواتاتي دايره نضادر ماشي دياولي، قلتها لكم دابا عاد درت نضادر دياولي، رجعت نضيدراتي القدام والله ما نكذب عليكم. كما كتشوفوا اليوم راه الله جيت من عند الطبيب، مشيت اخواتاتي عند الطبيب عاوتاني، حياتي تاني من جلدي ومشيت اختي عند الطبيب. اي اختي تقولوا لي مشيت اختي عند الطبيب ودوزت، وقال لي الطبيب علاش السيده دارت لك نضادر ما كتشوفيش بهم مزيان وكيدوخوك وكيديروا لك الدوخه وعينك تيدمعوا عليك، لحقيتاش دارت لك العبار؟ ماشي هو داك كنقول لكم نضادر ماشي دياولي، ملي كنقول البوصره كتضحك عليا. اه اخواتاتي نضادر ماشي دياولي. ايوا اختي راني رجعت من عند الطبيب، شوفوا يا اختي راني زعما درت عليكم الكسوه اليوم. ايوا اليوم النهار ديال الكسوه، النهار اليوم تاع الكسوه يا اختي. ها انتوما كما كتشوفوا يا اختي الكسيوه، ايوا ها انتوما اختي، ها حنا ما لبسوش الكساوي واخا راني انا. ها انتوما اختي كيفاش كتجي الكسيوه، حزام اختي كيخنقني معدك ضرني ما شكيت عليكم. بقاو معايا تنجيب لكم تشوفوا الدواء. ايوا الحبيب ديالي ها انتوما، راه الله جيت مع الطبيب، من عند الطبيب دزت عند لوبتيسيان، خليت عندها نظاظر ما جبتهمش. هذه الورقه ديال الطبيب، هذه الورقه تاع نظاظر، شتي البنات هذه الورقه تاع نظاظر، هذه الورقه ديال الطبيب. ها نتوما كما كتشوفوا، ها نتوما كما كتشوفوا، الورقه ديال هادو العبارات ديال النظاظر الاولين، حيت كما كتشوفوا البنات كما كنعاود نقولها ونعاود، انا مني مرضت وانا كندير النظاظر، هادو النظاظر الاولين والثانيين، هادو العبارات ديالي ديال الاولين والثانيين. ايوا هذا هو الفلوق ديالنا، وعيطت على بشرى اختي قلت ليها فينك، قالت لي تسنايني بغات هي تصوب لبنتها النظاظر، بنتها مرسل ليها هاد اللعيبه تاع النظاظر، وقالت لي تسنيني الا كنتي عند لوبتيسيان تسنيني تنجي. ايوا تسنيتها تجات، ايوا دزنا تقدينا شرينا، كل واحد شاس بشرختي شويه مع لوبتيسيان، كاين واحد السوق نموذجي ديال الخضره وداك الشيء، تقدات بشرختي شرات داك الشيء اللي خاصها. ايوا وجينا خدينا شويه تاع التيبان، شويه تاع باش نديرو الكوتي، خدينا جات بشرختي خدات الحليب ودرنا قهوه بالحليب، هانتوما غتشربوا معانا هاد القهوه. وكما شفتوا الخليفه على الله هذا الشيء تيوقع، ولكن صعيب يوقع في شي انسان مضروب حالي. ايه الغلط تيوقع ولكن ما وقعش على واحد بنادم اللي هو في حالي انا، فلوسي ماشيه غير في الطبه وفي الادويه ودير هادي دير هادي. والله العظيم صبرت الشهر الاول صبرت، ورجعت عندها قالت لي لا العبار هو هذا، كدير الطبيبه لا الطبيبه الاولى. صبرت ورجعت عندها وقلت لها اختي راه الدوخه وعينيا تيقطروا، راه ما تنشوف والو الضبابه، وهاد العين الامنيه كنحس بها غتخرج من بلاصتها. قالت لي لا انت حداك تمشي عند شي طبيب ويعطيك يعطيك القياس، ماشي هو هذاك، هاد القياس هو ديالك بالضبط. ملي رجعت عند الطبيب قال لي عطاتك واحد الجهد في عينك، عطاتك واحد القياس كثار من عينك، هادشي علاش كدير لك الدوخه وكتحسي بهاد العين، كتحسي بها غتخرج من بلاصتها. انا والله العظيم تخلعت قلت صافي هادي هي الاخر اللي عاوتاني مع العينين، حيت راكم عارفين اخوتي هادي هذا قانون اللعبه، اي واحد داز من واحد المرض صعيب في حالي اي حاجه كتضرو كيمشي عقلو بعيد. ايوا هذا هو، هانتوما كتشوفوا فين، بقاو معنا تشوفوا الفيديو حتى الاخر يا اختي البنات. هادو هما الحليوات اللي جبنا، ماني تقولوا لي كتاكلي الحلوه ورا عام وتا وحده غنموت نموتوها خلا الله وصافي. وهادي هي القهوه ديالنا، وبشرى اختي قاسه
شرب قهيوه كتشرب القهيوه مشات حيدات عطات مضاضر لماليهم كنقول لك كمان مضاضر ماشي ديالو شداتهم لماليهم الشباب ديالي شربنا القهوه ديالنا هانتوما كما كتشوفوها هو البلاطو هي الطويله ديالنا راهما وليدات وليدات ما راحو ريم شتوهم ناعسين مساكن كيتسناهم تيجيو للمدرسه ايوا دوزنا هاد النهار بالله عطا الله شربنا قهوتنا كما كتقولوا كتعاودوا كنعاودوا لكم وكنقولوا لكم كيف ما كتمشي عند حبابك حتى انا راه كنجي عندكم نتوما اللي هما حبابي كنقول لكم وكنعاود لكم ايوا اليوم جيتكم بقصتي مع نضاضر اللي هما نضاضري ولكن راهم ماشي نضاضري تخيلوا البنات الله العظيم انا من نهار اللي درت نضاضر وانا كنقول هاد النضاضر راه ماشي ديالي حيت ما يمكنش غدوزي عن طب اختصاصي ديال العينين وغديري نضاضر وتمي خارجه الزنقه تجيك الدوخه يجيك حشوشك كون كيجيني الغثيان دابا 3 ايام وانايا ما دايرهش نضاضر كنحمد الله وكنشكرو مشيت كما شفتو مشيت دوزت رجعت عند الطبيب ديالي قال لي راكم عارفين الطبار ما كيخسرش بيناتهم وشاف الطبيبه عرفها قال لي زادتك شويه في الفوليم قلت لي راه خرجات عليا ماشي زادتني شويه في الفوليم قال لي صافي دابا نعطيك النضاضر ديالك اللي هما ديال عيوناتك دابا قال لي غير تكالمي متساده ورجعت درت نضاضري اللي هما ضيدراتي القدام اللي اصلا انا ما عمري ما سخيت بهم انتما كما كتشوفوا المهم خليو لي في التعليق انا احسن هذا الكادر ولا الكادر الجديد اللي كنضيجه اللي هما كما كنقول لكم نضاضر ماشي ديالي ايوا هذا هو ديال القهوه ديالنا شربناها وديك البنت صاحبه بشر اختي جات عندنا جابت مسكينه اول مره جات عند بشر اختي جابت لها حليب الله يمرضوا لها في ساعه الخير ايوا هانتوما كما كتشوفوا كنقول لكم ملي كنت كنجي عند بشر كنجلس وكنقول لها خصي هاد النضاره ماشي ديالي كتقطعك عليا وها دابا قولوا ليها دابا راه النضاره داتهم ماليهم عاد غتشوف النضاره ديالهم طاح ليا تليفون اخوتي معليش ما تحكفيهاش خليها طاح ليا تليفون اخوتي والله والله العظيم هي بشرى اختي تمسخني تصور وكندير نضاضر كنتخنق ايوا كما قلت لكم قبيله في البدايه تاع الفيديو قلت لكم راه حنا خرجنا مشينا عند لوبتيسيا وتما كاين واحد السوق شريتي اختي الشربيل ايوا انا كندهز على وعدي وسعدي ايوا الحبيبات ديالي كنتمنى هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وكنتمنىكم تعاونوا معنا وتعاونونا على هاد القناه جمجمونا لايكيونا هو دوي دوي بو شخصي نعيس من كفيم ما تردوش في وجهي ما تحشموش بيا اول مره كنقولها لكم جمجمونا ولايكونا وسبسكرايبونا لا اله الا الله محمد رسول الله ايوا كنتمنى هاد العبار يكون مزيان زوينه تسبسكرايبونا سمعتوا شنو قال سبسكرايبونا وجمجمونا ولايكونا ولايكونا يا احباؤنا الجميلين تنتمنى من الله يقدرني الله ونبقى معاكم لحقيتاش انا بغيت نبقى معاكم واخا راه القناه راه كما كتشوفوا انا راه ما كنتخلصش من القناه كنقولها وكنعاودها راه قناتي راه ما شاء الله راني احنا مكملين غير بالصبر وصافي لهذا الحبيب ديالي هنا غنخليكم ومح عليكم احلى بوسه لاحلى المتتبعين كنودعكم واستودعكم في ظل الله الذي لا تدع ودائعه عليكم